السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوين حالين بجميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية، في صورة كما تشاهدونها خلفي تماما تحكي موضوع وتحكي آلام يعانيها النحل. هذه المواضيع ذكر كثيرا من الإخوة أن قد يكون السبب هو الجوع، والبعض يقول الفاروة، والبعض يقول عثة الشم أو دودة الشم، وكل له رأيه. وكان الأستاذ محمد الجراح رأي آخر حول هذا الموضوع. في دقائق معدودة نستمع، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء هذه المجموعة الطيبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير لي ولي لكم أن يبارك لنا في رزقنا ومالنا وعيالنا، وأشكركم كل الشكر على هذه المشاركات الطيبة التي تنم عن صدق نواياكم بإفادة أعضاء هذه المجموعة وطرح ما هو يفيد مصلحة النحال والنحل في آن واحد. وأعتذر منكم لعدم المشاركة معكم في ما تفضلتم به لانشغالي في بعض الأمور البيتية، بارككم الله جميعا أينما كنتم. إخوان الكرام، ما تم عرضه من صورة لإطار يبين فيه حضنة مغلقت حديثا، هذا الإطار فيه إشكالية. لنتحدث عن هذه الإشكالية بالتفاصيل إخوان الكرام. أولا، النحل في هذا الإطار أو هذه الخلية كان يشعر بالجوع. النحل وصل إلى مرحلة خطوط حمراء من الجوع. لو نظرنا إلى جوانب الحضنة يجب هذه أن تكون ممتلئة بالعسل، إذا لم يكن مختوما يجب أن يكون هناك مخزون استراتيجي من العسل سواء للنحل أو للحضنة هذه التي ستخرج. هذا بالدرجة الأولى. نأتي للموضوع الآخر أخوان الكرام. قلنا بأن هذه الخلية وصلت إلى مرحلة الجوع كونه لا يوجد لديها مخزون استراتيجي أو الهلال العسلي كما يسميه البعض حول أعشاش الحضنة. الشيء الثاني إخوان الكرام، هي مصابة بمرض تحجر الحضنة أو تكلس الحضنة، وهو مرض سببه فطري. أيضا إخوان الكرام، عدم وجود نحل حاضن كفائي في هذه الخلية ليكون راعي إلى الحضنة في الطور اليرقي، وهذا سبب رئيسي لتواجد الأمراض في داخل الطوائف النحلية. بخصوص الفراغات التي نشاهدها في الإطار، هذه ربما تكون كيرقات قام النحل بالتخلص منها أو أنها فقست. كما يتبين هي طبيعي جدا، يعني هذه الفراغات لا تؤثر على الخلية، ولكن الخلل هو عدم وجود نحل كافي لعملية التحضين لهذا الإطار والإطارات الأخرى. هذا الإطار تم نشره إخوان الكرام للتنويه، هو بأن النحل في هذه الأوقات سينشط على حبوب اللقاح، وخصوصا في بلاد الشام عندما تزهر أزهار الطيون، نبات الطيون، فيقوم النحل بالنشاط عليه وتتوسع أعشاش الحضن. من هنا إخوان الكرام يجب الانتباه لعدم التوسع للنحل كما يشاء، وإنما تركه مضغوطا ومحيز عليه حتى لا نقع في مثل هذه الأمراض، تكلس، تكيس، تعفنات وأمراض حدث ولا حرج. أيضا إخوان الكرام، الانتباه جيدا للمخزون الاستراتيجي أو ما يسمى بالهلال العسل. يعني إذا كانت الخلية مكونة من 7 إطارات 8 إطارات، يجب أن يكون لديها على الأقل 3 إطارات من العسل على جوانب الحضنة، أيضا ما فوق الحضنة وجوانب الحضنة في الإطار يجب أن يكون فيها عسل. إذا لم يكن هذا العسل مختوما أو حبوب لقاح، يجب أن يكون هناك ولو القليل من العسل. يعني لا يجب ترك الخلايا دون تقديم التغذية أو دون ترحيلها للذين لا يقومون بترحيل
النحل من مكان رعوي إلى آخر يجب هو تقديم البدائل للرحيق وهي التغذية السكرية دون الخوض في موضوع التغذية، لأن موضوع التغذية هو موضوع طويل جداً.